20 هدف في حتى الان في 27 مباراه بالنسبه للنادي المصري. هل الاهداف شحيحه ام المشكله في نهايه الهجمه بالنسبه للنادي المصري؟ يمكن انا اتكلمت معاك في النقطه ديت وقلت لك يعني كان في استوديو قبل كده قلت لك مشكله النادي المصري في البلاي ميكر وده مشكله بيعاني منها بشكل كبير جدا. النادي المصري عنده خط هجوم كويس، عنده لعيبه اسماء قويه جدا في من حيث المهاجمين، ولكن يفتقد لاعب صانع اللعب اللي بيقدر يستلم ما بين الخطوط، ودي يمكن مشكله كبيره جدا في صداع يعني بالنسبه لاي مدير فني بيمسك النادي المصري. النادي المصري عنده اطراف جيده جدا ممكن يشتغل بيها، النادي المصري عنده وسط مدافع يعني خط وسط مدافع جيد جدا، اتنين على مستوى عالي سواء فريد شاوي او عمرو موسى، عنده مشاكل كتيره جدا في المدافعين، ولكن ينقص اللاعب اللي بيربط ما بين وسط الملعب والمهاجمين. هكلمك في النقطه دي يا كابتن عمرو، حتى يعني بمعنى لو ثلاثه موجودين ولعب بيهم مباراه سابقه مش مباراه الانتاج، ولعب في مباراه الانتاج لعب احمد عادل ميسي وفريد شاوي وايزي امكا، صحيح لما احمد عادل ميسي هو اللي كان بيقوم بالدور ده، لكن في مباراه اخرى لعب عمرو موسى وفريد شاوي وايزي امكا ما كانش عنده صانع اللعب اللي هو ينقله من وسط للهجوم، ودي المشكله الاكبر. هو كان بيلعب بخط دفاعي، يمكن انا بقول لك انت بتقول الثلاثه كان عمرو موسى وايزي امكا وفريد شاوي ثلاثه ما فيش ثلاثه مواصفات دفاعيه، فهنا بيفتقد اللعيب اللي بيربط ما بين وسط الملعب والمهاجم. هل اتغيرت مباراه انتاج في وجود احمد عادل ميسي؟ ما اتغيرتش، او حتى لو انت غيرت يعني طريقه اللعب برضو اللعيب اللي بيلعب في المكان دوت ما بيقدرش يدي المردود الايجابي اللي يقدر ينقل حاله النادي المصري من وسط الملعب للمهاجمين. النهارده كان النادي المصري كان بيعتمد في سنين كتيره جدا على صناع لعب بشكل جيد جدا، كان منهم اسلام عيسى كان بيلعب الشكل ده، وساعات بيتطرف بيبقى على الطرف، ساعات كابوريا كان بيبقى موجود وبيحل الشكل دوت. النهارده مش سهل ان انت خد بالك، مصر بتفتقد لعيب صانع لعب. يعني مصر كلها بتفتقد لعيب، يمكن ما عندناش يمكن في مصر كلها غير عبد الله السعيد، هو الوحيد اللي يقدر بيمسك كوره في وسط الملعب، ويمكن شفناه النهارده ناصر ماهر بيشتغل بشكل جيد في الحته ديت، ومحمد ابراهيم ابتدى برضو محمد ابراهيم ابتدى مع المستوى العالي بتاعه. فانا عايز اقول لك ان القصه في النادي المصري هو صانع اللعب، صانع اللعب اللي هو بينقل ما بين وسط الملعب والمهاجمين. انت عندك مهاجمين جيدين جدا، يعني اسماء كبيره سواء يمكن محمود وادي واوستن اوموتو، الاثنين من اللعيبه اللي تقدر تخلص بشكل جيد جدا، ولكن برضو بيفتقد اللعيب اللي يقدر يحط لهم الاسيست، بيفتقد الباكين اللي بيقدروا يكملوا عشان يرفعوا الاوفرات للعيبه مهمه جدا في ال 18. ما هو النهارده هو الفيرود ده مش هيجيب جون كده مع نفسه، او يعني هو ما كتر خيرهم ان هم وصلوا ان هم يحرزوا 25 هدف، ويمكن كلها مجهودات فرديه. ولكن عايز اقول ان النادي المصري السنه دي غير السنين اللي فاتت، السنين اللي فاتت كان بيعتمد على الاطراف، كان بيشتغل باكين اسماء كبيره جدا بتقدر تنقل خط الدفاع لوسط الملعب ويقدر يعمل كروسات من اي مكان من الملعب. محمد حمدي لما كان موجود كان بيشتغل بشكل جيد، كريم العراقي لما بيبقى في حالته بيشتغل بشكل جيد. النهارده كل الادوات ديت مش موجوده في النادي المصري، فبتلاقي ضعف بقى من حيث المهاجمين، بتلاقي ضعف في انهاء الهجمات، بتلاقي عدم وجود كثافه هجوميه داخل ال 18. في جاب كبير جدا ما بين وسط الملعب والمهاجمين. فانت النهارده هتفرض الشكل والتقدير بالنسبه للمهاجمين ديت ان هم مش هيجيبوا جوان كتير، لا هم مش هيجيبوا جوان عشان ما فيش حركه امداد من تحتهم توصلهم للمرحله دي.